السلام عليكم، سي كريمة خياط، أرشيتك ديزاينر. كملت قرايتي أون 2020 سبيسياليتي ستادير أرشيتكتور. جي 25 ans et j'ai commencé le domaine de réalisation depuis le 2020. C'est-à-dire que j'ai 4 ans dans le maïdan, la réalisation ou la décoration intérieure. Comment est-ce que j'ai travaillé en 2020? Après, j'ai directement stage une entreprise de réalisation. J'ai travaillé jusqu'à 2 ans et demi. Le moment où j'ai appris le harfa, c'est-à-dire l'expérience, ديسيدي باش نبدا وحدي. الاولى كانت صعيبه، مي كاع هكا درت الكوراج وبديت وحدي. صح، جاتني ليدي باش نبدا في لي ريزو سوسيو، سي كو عندي ان سافوار فير كونسيرمون لا ديكوراسيون انتيريور. نعرف ستادير لي زاستوس اللي نديروهم سورتو او نيفو دو لا رياليزاسيون، ستادير الناس اللي تبغي تعاود دارها نصائح باش يتبعوها، ستادير بلا ما يروحوا لان اركيتيك دانتيريور، يقدوا من النصائح اللي مدهم لهم يديروا لا ديكوراسيون انتيريور. Le moment où j'ai bditt sur les réseaux sociaux, j'ai tenu l'idée de chnebda, c'est que parce que j'ai عندي un savoir-faire concernant la décoration intérieure et c'est-à-dire la rénovation intérieure. Donc pourquoi pas ندير des petites vidéos, نعطيهم الناس les astuces, نعطيهم النصائح في كل ما يخص الديكور داخلي للمنازل. En même temps, بديت في هذه الفيديو ومن بعد زدت درت لي فيديو باش الناس يتبعوني في لي شانتي اللي نخدم فيهم ويشوفوا معايا ايتاب باغ ايتاب باش يشوفوا الدار كيفاش تكون افون. كيفاش نردها ابخي كونسيرنون مي كليون؟ انا عندي لي كليون من كاع الفئات، رجال نساء كبار صغار، مي سبيسيالمون النساء معايا جوغ يلقاو راحتهم باسكو انا نعرف في ليسباس انتيريور اكزومبل لا كويزين شي يستحقوا في الديكور شي هي الحاجه اللي تخرجهم. ميم كاين ناس اللي يلقوها صعيبه باش يتعاملوا مع راجل، دوكو انا معايا تكون الحاجه هكا بلو فاسيل معاهم. الوغ دروك نصيحتي للنساء اللي عندهم شهادات ولا عندهم دو ليكسبيريونس، يلفو فونسي، زعما خرجوا للميدان ما تخافوش من نظره المجتمع ليكم. سي فغي هي في البدايه يشوفوا زعما باللي المراه فابل ما تعرفش ما عندهاش دو ليكسبيريونس، مي معليش خدمي وبيني انت للناس باللي قادره تكوني خير من الف راجل. دوكو اللي عندها دو ليكسبيريونس ولا عندها الحرفه ولا عندها دو سافوار فير، فونسي فو للميدان وخدموا اي حاجه تساعدكم ولا اي حاجه تبغوها ولا تخدموها بارامو. الوغ بارمي لي بوت اللي بغيت نوصل لهم هي اون ساشون كو انا بديت غير وحدي وتطورت ودروك راه عندي شركه. الوغ ماذا بيا الطموح تاع هاد الشركه تكبر، هي هاد الشركه دروك راها في وهران، صديق خدمتي في وهران، ان شاء الله هاد الشركه تكبر وتولي صديق تخدم في كاع الولايات ويكون اسمها معروف ان شاء الله يا ربي. هذه هي pour le moment العمال كاع اللي راهم معايا في الشركه هما رجال، مي ما تحسيش افيك لو طون يخدموا معانا نساء اللي عندهم الحرف ولا عندهم صدر دو سافوار فير.